هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات، من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم في الأصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة ثالث فرض عين. وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفائي إذا قام به البعض فقط عن الباقين، لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف يتخذ هذا وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟